ونرحب بضيفنا في استوديو البرنامج السيد أحمد الخطيب وهو الرئيس التنفيذي لشركة أمانة كابيتال. أهلا ومرحبا بك معنا أستاذ أحمد. يعني يجب أن نختتم العام دائما بنظرة حول أداء الاقتصاد الأمريكي تحديدا. أنت من الأشخاص الذين دائما لديك نظرة بعيدة المدى حول طبيعة استقبال الأسواق لكل ما هو قادم. هل تعتقد أن السوق الأمريكي يمر بفترة حرجة مع اقتراب انتهاء العام؟ السبب يعود إلى أنه تركنا الفيدرالي مع ضبابية تتعلق بأنه يمكن 4 مرات سأرفع سعر الفائدة، وماذا تأثير ذلك على سوق الأسهم الأمريكي؟ نعم، على مرحلة إطلاق عليها وصف فترة حرجة، بدي أنتظر شوي بعد لشوف الفترة القادمة، ولكن فترة بداية تعديل الأوضاع والخروج من الضبابية أعتقد أنه يعني نقترب منها، ولكن بشروط، في بعض علامات استفهام. يعني مثلا خلينا ناخذ المؤشر داو جونز. داو جونز خلال السنة هلا لليوم هو هابط من بداية العام حتى اليوم، وهي لأول مرة من 2008. يعني إذا أغلق سنويا على انخفاض رح يكون أول مرة منذ 2008. فترة السنوات المتتالية، الصعود المتوالي، طبعا نعرف أنه كان في التيسير الكمي يدعم رفع الأسعار بسبب وجود المال الرخيص وما إلى ذلك. مع بداية السنة ومحاولة تلميحات الفيدرالي عن التشدد وهيك، رأينا تذبذبات قوية، ورأينا أكبر محاولة تصحيح، وأسميها محاولة تصحيح لأنها لم تكتمل، يعني اللي هي صارت بأغسطس. وبرأيي أيضا أنه جاءت الضغوط للتصحيح من الخارج وليس من الداخل الاقتصاد. ولكن سيد أحمد، ما الذي تقصده في محاولة التصحيح؟ يعني شنت تراجعات بحوالي 12% فقط وعادت مباشرة بالفعل، يعني أنه لم تصحح مثلا وتدخل عوامل جديدة وتستبعها الأسواق لتتداول على أساسها، يعني كأنه ردات فعل سريعة. يعني حتى ولافت للنظر مثلا أنه أسبوع اللي بنطلق عليه، مش الأسبوع، في يوم الاثنين الأسود اللي هو شهد الهبوط الحاد، الأسبوع اللي فيه الاثنين الأسود انتهى على ارتفاع. يعني هاي ملفت للنظر أنه ليس فعلا عملية تصحيح ودخول عوامل جديدة أو وضع جديد تداول بعده وصار التصحيح خلفنا. لذلك مثلا أنه ننتظر دائما أنه عملية تصحيح للوضع الاقتصادي، للرؤية المستقبلية. الفدرالي لم يساعد كثيرا بهذا الموضوع. نحن كنا معك حسين مرة عم نحكي على أنه هل في فقاعة أو غير فقاعة، والتصحيح أنه يجب أن يكون موجود في مرحلة معينة. أعتقد أنه ما حصل ليس التصحيح الذي كنا نتأمل أن يكون، يعني مش نتمنى هبوط الأسهم بس التصحيح لابد منهم. الفدرالي اللي عمله أنه حاول يرسل رسالة بعد فترات لم يتضح حتى إرسال رسالة، أنه أنا هلأ صار عندي نظرة أفضل من السابق ورفعت الفائدة بربع نقطة حتى لو كانت هيك، وأنا مستعد لأخذ خطوات متتالية، ولكن رجع وضع نفس الشروط اللي كان يحكي فيها طوال العام، أنه سأنظر إلى البيانات الاقتصادية وسأريد بدي أشوف البروجكشنز والتوقعات المستقبلية. أعتقد بعدنا بنفس المكان، ولكن مع أنه خرجنا من المرحلة الأولى اللي هي هل سيرتفع ترتفع الفائدة؟ ارتفعت. هلأ صرنا أنه هل نرفعها مزيد أو لا. طيب، هلأ الفترة القادمة أنا أعتقد أنه الوضع بشكل عام ليس مأساويا، يعني ليس وضع سلبي المستقبلي. هذه نقطتي في الموضوع. يعني هل تعتقد أو تجد أن سوق الأسهم الأمريكي هو الأكثر شفافية بين الأسواق الأخرى؟ يعني هو أفضل من الصين، هو أفضل من الأسواق الأوروبية، لا أقارن بأسواق الشرق الأوسط، لكن فيما يتعلق بأنه أنا كمستثمر استراتيجي أستطيع أن أبني يعني استراتيجيات محافظة على مدى قصير متوسط طويل الأجل. صحيح. يعني فعلا تجد أنه الداتا متوفر كثير عندي في السوق الأمريكي. صحيح، الداتا موجود، بس أنه المستثمر عادة يبحث عن أنه ما يكون في ضبابية. المستثمر الطويل الأجل ما كتير بهمه أنه سلبية أو إيجابية إذا كانت الأمور واضحة له، لأنه بيستطيع يبني مراكزه، بيستطيع يعدل استراتيجياته مع الوقت. الفترة الماضية كلها ضبابية مش واضح فيها، والآن ما زالت ضبابية، ولكن بدأ يتضح أنه نقترب من الخروج منها. أنا بعدني بحط عامل الأهم في الفترة المقبلة، وأعتقد يعني لحد الربع الأول من 2016 هو العامل الصيني. يعني الصين وهلأ أفرجوا شوية، حكوا لك 2016 حيشهد تحفيز،
فبالتالي يعني شوي انتعشت عندك. كمان أثر الأسواق المالية بالصين لأنه مثل ما قلت ما في شفافية. شفنا انخفاضات حادة بوقت معين وأثرت على كل شيء. يعني هلأ ما في شيء بيضمن أنه ما نشهد شيء مشابه مرة أخرى مثلا من الصين. وشو نتوقع يكون تأثير ذلك مثلا على الأسواق الأمريكية؟ أكيد بنفس ما شفنا في السابق. أنا برأيي أنه بالربع الأول إذا شهدنا عمليات تصحيح بالمؤشرات الأسهم هذا سيعتبر أمر إيجابي، لأنه سيكون من بعدها أنه أسهل ربط الوضع الأوضاع الاقتصادية اللي هي بتحسن وتتحسن بس ببطء، اللي هي بتحسن وسيكون أنه لم يعد هناك علامات استفهام كبيرة على مؤشرات الأسهم، فمن هناك يمكن البدء بالحديث عن تعافي اقتصادي طويل الأجل. وأنا هاي رؤيتي يعني أنه الفترة القادمة هي فترة يعني خلينا نقول نفط غبار أي ضبابية سابقة اللي بعدها موجودة. وأيضا برأيك ربما النفط لعب دور في هذا الموضوع؟ النفط هو عم بيلعب كان الدور السلبي طبعا ضغط اقتصاديا، ولكن أعتقد تم استيعابه. يعني المستويات اللي وصل لها النفط حاليا معظم المحللين ما كان يتوقع يوصلها أو أنه قاع أو أنه غير ذلك. أعتقد ما عاد انخفاض النفط بالمستقبل سيشكل نفس الضغط على مؤشرات الأسهم. بعيد عن الأسواق وما تشهده، ونتحدث أكثر قربا عما نتوقعه بعد الفيدرالي، ويبدو أنه عنده لسه أربع خطوات السنة القادمة. بالتأكيد بعد الرفع الدولار سنجده في صعود. الفيدرالي يشدد بعد أن اقتنع أنه اكتفى من مهمته ويثق باقتصاده، ومن ناحية أخرى عندك الأوروبي ما يزال يحفز ويقلل من القيمة الشرائية لعملته. كيف تجد يحاول أن يقلل؟ يحاول فعلا، أنت يعني أصبت في هذا الموضوع. كيف سنجد المحاولات الاقتصاد العالمي اليوم بين سياسات تجديدية وكذلك تحفيزية؟ هلأ بالنسبة مثلا للمركز الأوروبي، أنا أعتبر أنه أصلا بدأ متأخرا بعمليات التحفيز لما بدأ يعني شهر مارس أعتقد. هلأ اللي عم بيصير حاليا كمان أنا بفصله عن موضوع ما يسمى أو ما يطلق عليه حرب العملات. أنا لا أعتبره حرب عملات، لأنه لا أعتقد أنه الأسلحة اللازمة لخوض حرب العملات موجودة عند البنوك المركزية حاليا، وخاصة إذا بنحكي على المركز الأمريكي الفيدرالي أو الأوروبي. الأوروبي مثلا شهدنا أنه بآخر اجتماع عندما مدت فترة التحفيز وخفض الانترست العوائد ارتفع اليورو. شهدنا أيضا بالفترة الماضية لما رفع الفيدرالي الربع نقطة تراجع الدولار. لا أعتقد أن العلاقات هلأ موجودة، لأنه أصلا الحديث وفي جو الضبابية يصبح الحديث أكثر عن الكمية والأثر مش عن مجرد الاتجاه. يعني لو لما تكون حركة مفاجئة أنه غير متوقع رفع الفائدة وفجأة يرفع، نعم بيكون التأثير مباشر. أعتقد حاليا أنه يعني عم نوصل في بعض العملات بين مثلا اليورو دولار بسبب وجود الضبابية هاي أنه حنشهد تداول في نطاقات ليست كبيرة جدا. يعني لا نتوقع أنه نشاهد ارتفاعات قياسية لليورو بالمقارنة ممكن نشهد زمان. وحتى في الدولار لا أعتقد أنه مقابل اليورو أنه حنشهد شيء قوي جدا. حتى إذا بننظر مثلا للجنيه الاسترليني، بريطانيا أيضا عندها هذا الحديث عن عندها استحقاق حتى في عام 2017 ربما الخروج من الاتحاد الأوروبي، هذا ربما لا عبد. فكل هاي الأثار تجعل أنه الضبابية مستمرة في العملات، لذلك لا تشاهد تحركات كبيرة. وإذا عدنا لأوروبا أيضا والمرحلة القادمة، ماذا نتوقع في السنة القادمة؟ شاهدنا الانتخابات الإسبانية وكان قبلها الانتخابات البرتغالية. سنشاهد من جديد قصص يونانية بس مصغرة، لأنه الأثر الكبير انتهى. يعني الجميع يعرف الآن أنه لا خروج من الاتحاد الأوروبي، لا انفصالات، وأنه بالأخير سيكون تفاوض، لأنه الاتحاد الأوروبي هو اللي عمل هالقاعدة يعني أنه فاوض واضغط وهي. فسيكون هناك ضغط بنفس الوقت اللي الاتحاد اللي المركز الأوروبي عم بيقوم بعمليات التحفيز. بصير عنده امتحان أنه كم طلعت نتائجها إيجابية أو لا. أنا أعتقد أنه حيكون بطيء الفعل، رد الفعل الإيجابي. طب عندما قام الفيدرالي الذي قلت أنه بكر في اختياره يعني توقيت التيسير،
وضخ هذه الأموال، وكان هنالك من يرغب في شراء الدين الأمريكي، يعني أولها الصين واليابان كانت تتنافس. طب مين اليوم بيرغب في شراء الدين الأوروبي؟ يعني ما يزال اليورو هو عملة التمويل، لكن يعني من الذي سيحافظ على أنه اليورو؟ بالعكس هم يبتهجون لوجود دين أعلى في المنطقة الأوروبية، هم نفس الشركاء السابقين للولايات المتحدة. لا، الموضوع مختلف بالنسبة للدولار واليورو، لأنه يعني أثر الدولار في الاقتصاد العالمي مختلف عن اليورو بسبب تسعير مثلا السلع وأشياء كثيرة جدا، ولكن ما يعني الأثر هو داخلي بالأول. يعني المركز الأوروبي عم بيشتري السندات من داخل الاتحاد الأوروبي، وعم بيحاول يقوم بإدارة العملية بشكل أنه يدفع الاقتصاد إيجابا، ولكن اقتصاد الاتحاد الأوروبي معقد أكثر من أنه يتم معالجته فقط بسياسة مركزية واحدة مثل بلد واحد. لذلك أعتقد أنه أولا تأخر، مع أنه يعني النتائج الأولية فيها بعض الإيجابية، ولكن أنه لا أعتقد أنه بالدرجة اللي يطمح لها المركز الأوروبي أو الاقتصاد. أحمد، ذكرت عدة مرات كلمة الضبابية. نعم، وعادة الذهب يحب الضبابية الذهب، لكن لماذا هذه الفترة الذهب لا يرغب في أو لن يهتم في الضبابية واستمرت الضغوط الأسعار على هذا المعدن؟ الذهب كان يحب الضبابية، كان يعني يتفاعل إيجابا مع الضبابية. صار هلا المكشوف بحب الضبابية. يعني خلينا نقول مثلا أنه من بداية العام لليوم الذهب أعتقد منخفض بحوالي 9% أو 8% من بداية العام، وللعام الثالث على التوالي من 2011 طبعا شهدنا الذروة طبعا وهو مستمر في الهبوط. في العام الحالي 9% هاي هي خلينا نقول إذا بدنا نفسرها على موضوع الضبابية ونربطها بأسعار الفائدة مثلا، هالتسعة بالمية هي مجرد رد فعل على حديث سنة كاملة عن ربع نقطة. صحيح. أوكي. فإذا بدنا نحكي 2016 أربع أرباع من النقاط مع ضبابية من هالنوع اللي هي ما عم بيستفيد منها الذهب، شو منتوقع للذهب في الفترة القادمة؟ أنا برأيي أكيد مزيد من الانخفاض. أنا متوقع الذهب على 940. أنا عادة ما بعرف حط أرقام محددة يعني كتوقعات، ولكن ما بستبعد أبدا، يعني لن يفاجئني إذا بشوف الذهب على 940 أو حتى دون ذلك. عندما أتحدث يعني دون ذلك، يعني هنا ربما الحديث الأبرز خلال الفترة القادمة عن الذهب بأنه بحال شهدنا كسر لمستويات الألف دولار للأونصة الواحدة، وطبعا اقتربنا منها، يعني 1040 دولار قريبين جدا من كسر 40 دولار يعني. بالفعل، ولكن التساؤل هنا إلى أي درجة من ممكن بعد أن يتراجع الذهب، ولا سيما تكلفة استخراج الذهب لو نظرنا إلى المعدلات تعتبر مرتفعة، يعني قرابة 800-900 دولار. صحيح، ما فينا نتوقع شيء لم يحصل سابقا. يعني هو مش عملية أنه لأي حد لأنه سعر استخراجه مثلا مكلف أو أكثر من سعر معين، بدنا يعني بالنهاية الموضوع عرض وطلب، بدنا نأخذ في الاعتبار ونقتنع أنه عملية الطلب خلال الأزمات انتهت. يعني ليس هناك هجوم على الذهب عندما يقلق المستثمرين. فهلأ إذا بنشوفه على مستويات منخفضة أكثر وما فيها الأزمات الكبيرة جدا يعني مثلا، نعم، فهذا العامل ليس موجودا. فهل هناك يعني عامل تضخم يمكن يرجع من جديد؟ بس على أي مستوى؟ يعني هل نشاهد من جديد المستويات السابقة؟ أعتقد أنه هلأ ثبت أنه الأسعار الذروة اللي شفناها ب 2011 كانت يعني مبالغ فيها لحد ما، يعني ما بدي أقول متلاعب فيها، ولكن مدفوعة دفعا أنه نعم، مش فقط عوامل طبيعية عرض وطلب في السوق، كان في توجه لرفع سعر الذهب، نعم، ومن ثم انهياره. لا أعتقد أنه هناك عوامل حاليا والعام الثالث على التوالي بنسمع عن 1400 دولار و 1500 دولار وما نشوف إلا يعني برأيك عام 2016 سيكون العام الرابع على التوالي من التراجعات؟ عادي إذا كان على التراجعات، ولكن الأكيد أنه ما في أي عوامل تفرجينا أنه بيرجع بيكون عام إيجابي، نعم، للذهب. سؤال يجب أن أختم فيه طبعا مع الرئيس التنفيذي لشركة تعلم جيدا ما هي أحوال المنطقة وكيف، نعم، تدير محافظها. هل ستربط أسواق الخليج والمنطقة مصيرها بمصير الداو جونز أو بالأسواق الأمريكية؟ يعني هل إذا كان الاتجاه صعودي ومتفائل في السوق الأمريكي، هذا يعني أنه أنا في المنطقة أو في أسواق الشرق الأوسط بالعكس اتجاهي سيتبع ذلك؟
أنا أعلم أنه من فترة فقدنا الارتباط بشكل واضح مع داو جونز أو مع المؤشرات الأمريكية معينة، ولكن هل هذه نظرة استراتيجية لمن يتطلع إلى إحياء الأسواق في المنطقة؟ لأنها مربوطة بنفس يعني المعايير نفط ودولار وسياسات تحفيزية وغيرها. أنا مش مع أنه فقدنا الارتباط، نحن دائما ارتباطنا السلبي أكبر من الارتباط الإيجابي لعوامل كثيرة. يعني إذا بنشوف المؤشرات العالمية تهبط نهبط معها، لما نشوفها عم تحقق مستويات إيجابية كبيرة لا نحقق نفس المستويات، وأنا برأيي هذا الشيء طبيعي، لأنه يعني عوامل يعني مرتكزات السوق السوقين مختلفة. من جهة أخرى أنا كمان مش مع اللي بقول أنه لا يجب النظر للأسواق العالمية والنظر فقط للأسواق، لأنه عم نطلع على العوامل الاقتصادية. طبعا أنه كل واحد لما بيستثمر بأي شركة ينظر ويدرس الشركة على حدة بغض النظر عن العوامل الأخرى، ولكن في التوقعات المستقبلية لابد من أخذ أي عوامل اقتصادية عالمية. أكبر اقتصاد عالمي هو الاقتصاد الأمريكي. كم أثر النفط هذا العام 2015 أستاذ أحمد؟ كم أثر على الاستثمارات كلها، على طبيعة دخول الأسواق، على أنه الناس ترتبط كثير بالنفط وتقول اليوم لا سأدخل السوق أو سأخرج، يعني حالة الهلع اللي كان حدثت في الأسواق بشكل عام. حالة كارثية كانت للأسف. على 90% يعني. على أجواء يعني ثقة فعلاً، ثقة بسوق الأسهم كثير كانت مرتبطة. طبعاً بس أنا هلأ يعني كمان بالمستقبل القريب، يعني خلينا نقول 2016 حتى كمان من نكون يعني عم نعطي نظرة تشاؤمية، أنا نظرتي الطويلة إيجابية. يعني اللي بده يستثمر بالفترة القادمة أعتقد سيجد فرص، بس بدون استعجال، بدون ربط الموضوع بشكل عام أنه يا سلبي يا إيجابي. الاستثمار ليس عملية صح وخطأ، فيها في عمليات طويلة من الدراسة والتحليل والأخذ القرارات وغير ذلك.